نيتنا نديروا العلاقه ما بين الجزر خيزو ونظر ان ماشي الاطفال الصغار حتى الكبار نقول كل خيزو باش بدا تشوف مزيان. واش صحيح ان الخيزو تصحح النظر؟ نعم صحيح، ولكن ما كاينش الخيزو لان الخيزو بوحدو ما عنده ما يدير، لان يد واحده لا تصفق. فكاين هناك مجموعه ديال المكونات الغذائيه اللي تلعبوا هذا الدور ديال الزياده في النظر، سواء كان النظر ديال النهار ولا النظر الليلي. فاحنا ما تنهضروش يعني في علم التغذيه ما تنهضروش على الاغذيه، ولكن تنهضروا على المكونات الغذائيه. فخيزو مثلا في لا بيتا كاروتين هي اللي تتلعب هذا الدور هذا، ولكن لا بيتا كاروتين ما كايناش في خيزو، يعني كاينه في بزاف ديال الاغذيه. من بعد كاينه لا فيتامين ا، من بعد كاين الاوميغا 3، وكاينه لا فيتامين دي، وكاينه لا فيتامين سي، وكاين لو زنك. يعني هذه المكونات كلها تتلعب دور الا كان عندنا فيها نقص، ولا الا كانت ما تنجبوش الجسم ديالنا بشكل كافي، فتيكون عندنا مشكل بالنسبه العينين ديالنا وبالنسبه للنقص في النظر. فملي تنهضروا على لا بيتا كاروتين، كلشي تيعرف بان لا بيتا كاروتين سي ان بروكورسور ديال لا فيتامين ا اللي تتعطيني من بعد لا فيتامين ا. الفرق اللي كاين هو ان لا بيتا كاروتين تلقاوها في الاغذيه اللي فيها الماء، يعني الخضر اللي خصوصا اللي فيها اللون كيف ما تنعرفوا الدلاح الى اخره، خيزو الى اخره. ولا فيتامين ا تلقاوه في الاغذيه الزيتيه، الاغذيه اللي فيها الزيوت. ماشي من المستحيل تلقاو فيتامين ا في الخس ولا في الخيار ولا في البطاطا، ما يمكنش. دونك هادو جوج ديال الفيتامينات اللي تيتكاملوا في بعضياتهم، واللي وحدين كاينين في الاغذيه المائيه، وحدين كاينين في الاغذيه الزيتيه. من بعد كاينه لا فيتامين دي اللي يمكن نجيبوها كذلك من الاغذيه اللي فيها حتى هي الدهنيات، تنهضروا على الحوت، تنهضروا على الفرماج، تنهضروا على الحليب والمشتقات ديالو. الوغ المشكل ما مطرحش في هادو، المشكل مطرح سورتو في لا فيتامين سي، ونقول لك علاش مطرح في لا فيتامين سي، ومطرح بزاف في الاوميغا 3، ومطرح في لوزانك. دونك هادو الثلاثة اللي فيهم مشكل، لأن ما تندخلهمش بنسبة كافية للجسم ديالنا. وضروريين النظر ديالنا. ضروريين، ما يمكنش ما يكونش، لأن النقص فيهم تيعدي مشكل. الكبار ولا الصغار. بطبيعة الحال، النقص فيهم غيعدي مشكل. نعطيك مثال ديال فيتامين سي. ألوغ ملي تنسمعوا لا فيتامين سي، كلشي تيعرف بأن ربما الفيتامين اللي تيعرفها كلشي. ألوغ هاد لا فيتامين سي الاحتياجات الجسم ديالنا فيها هي 57 ملي غرام في اليوم تقريبا، 75 باردون، 75 ملي غرام في اليوم، تتوصل ل 100 ولا 120 بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضع، لأنها تتكون تخدم على جوج الناس. ما عليناش. ألوغ المشكل اللي كاين في هاد لا فيتامين سي سي كو سي لا فيتامين لا بلو سونسيبل، يعني تتأثر بشكل كبير سواء بالحرارة، سواء بالأوكسيداسيون، سواء بالهواء، سواء سواء سواء. دونك المشكل أن عاد إلا دخلنا لي بروبليم ديال لي بيستيسيد. دونك ملي تجي الخضرة مثلا جاية من جديدة ولا جاية من أكادير، جايه في الكاميو تاع الكازا ولا تاع الرباط ولا تاع طنجة، الشمس هذاك اللي تبيعها في الشمس حنا تنشريوها تندخلوها للدار تنخليوها سيمانه وهي مخبيه، فهنا واش تتبقى فيها لا فيتامين سي او لا ما تتبقاش فيها لا فيتامين سي؟ يعني ماشي غير الحراره ديال الطبخ هي اللي تتاثر على الفيتامين سي، لا الحراره العاديه، يعني الحراره العاديه يعني غتقشرها مثلا وتخليها، واخا هي ما باتلكش انت كحال، لان الكحوليه راه سي ليتاب فينال ديال الاوكسيداسيون، لان سي لا فيتامين سي لونتي اوكسيدونت. ولكن بحال دابا كاين مثلا بعض الاحيان كاين تيشد الخضره وتيخلى 4 سوايع في الماء، تنضرب بالنسبه لاشخاص عاديين، ما تنضربش بالنسبه لاشخاص تيعانيو من شي مرض. فهذيك الترقه ديالها لا فيتامين سي لا هيدروسوليوبل، دونك غتمشي مع ذاك الماء. والمشكل انا تنشدو ذاك الماء وتنلوحوه وتنحيدوه، فانا بطبيعه الحال حنا مزيان نقيوه، مزيان نغسلوه، مزيان، ولكن ماشي بدرجه اللي اننا نحيدو كل شيء خضر ويابس. بحال دابا جافيل مثلا، كاين اللي تيسحب له جافيل، شحال ما دار ديال جافيل شحال ما مزيان، وهذا خطا. لان جافيل كما قلت قلناها في صباحيه دوزيام شحال مره نعوضوا هذيك، خاصنا نحترموا المقادير لان بالخل ما كاين، او الناس مثلا في العروبيه مثلا اللي غيديروا معلقه ديال جافيل ولا ما كاينش الخل، خاصهم يحترموا المقادير، لان المقادير كاينين في هذيك القنينه، حنا ما تنحترموهمش، راه تنهضروا على معلقه صغيره ربما الا تذكرت مزيان في السطل ديال 10 يترو ولا في 10 يترو ديال الماء، فحنا ربما تنديروا معلقه صغيره في بانيو صغير ديال الماء اللي فيه 1 يترو ولا 3 يترو. نعم، فانا هنا خطا، فانا تنقتلوا يعني باش هذا، هنا تنقتلوا جميع الفيتامينات اللي كاينه وخصوصا الفيتامين سي. الوغ هنا المشكل اللي كاين بالنسبه للفيتامين سي، المشكل اللي كاين بالنسبه للاوميغا 3، الاوميغا 3 كنا تحدثنا عليها في صباحيه الدوزيام، ان الناس ما بقاوش تيدخلوا الاوميغا 3 للجسم ديالهم، لان ما كاينش الحوت، ولا اذا كان الحوت يكون مقلي، ما كاينش زريعة الكتان، ما كاينش الزنجلان، وبالتالي فما تندخلوش الاوميغا 3 كافيه، وبالتالي هذا يساعد ولا يؤدي الى مشكل ديال النقص في النظر. بقى نقطة الأخرى الفيتامين دي، دونك هضرنا عليها، بقى لو زنك. دونك الفيتامين دي ما تتخلقش مشكل، علاش؟ لأن كاينة موجودة في الطبيعة، وكاينة في أشعة الشمس مصدر خارجي، وبالتالي صحيح أن الناس تيعانيو من نقص الفيتامين دي، راه نسبة كبيرة النساء تيعانيو من نقص الفيتامين دي، ولكن ماشي نتيجة نقص التناول ديال الفيتامين دي. ربما نديرو حلقة على هذه النقطة هذه، لأن النقطة اللي هي مهمة ونقطة اللي خاصنا نفهموها اللي خاصنا نعرفوها. فمن بعد بالنسبة لو زنك، فلو زنك كذلك الناس ما تيدخلوش نسبة كافية من لو زنك للجسم ديالهم. لو زنك الناس اللي مشاو دابا للانترنيت غيلقاو هما تيهضروا على الاغذيه ديالهم، يعني غيلقاو فواكه البحر، حنا فواكه البحر الثمن ديالها غالي ما يمكنناش ناكلو يوميا، ولكن تنرجع دائما وتنقول ان التناول ديال الحبوب اللي تنهضروا عليهم دائما تيسدوا لنا الاحتياجات ديالنا مجموعه ديال المكونات الغذائيه. من بين هذه المكونات الغذائيه فملي غنرجع مثلا للزنجلان، فالزنجلان غيجيب لي
la vitamine D غيجيب ليا الاوميغا 3 غيجيب ليا لو زنك فيه زيوت يقدر يجيب واحد النسبه لا باس بها من الفيتامين ا فالتناول ديال الزنجلان بشكل يومي لمده طويله غيساعدني بزاف باش نعالج مجموعه ديال المشاكل من بين هذا المشكل ديال النظر ولكن هنا ما تنهضرش في لا بروفوندور تنهضر في لا لارجور سيتادير ما تنهضرش انني غناكلو نص كيلو لمده سيمانه وغنقول ما دار ليا والو ماشي هكا كما سا سباس في التغذيه يعني خصني في لا لارجور خص يكون كمية قليلة ولكن المدة طويلة. دونك تكلمتي على الأوميغا 3، تكلمتي على الفيتامين سي، وهضرتي على لو زانك، شنو علاقة هاد دوب ثلاثة بالنظر؟ بالنظر، ألوغ ملي تنهضرو على البيتا كاروتين، فيتامين أ، فيتامين دي، فيتامين سي، الأوميغا 3 ولو زانك، كل واحد فيهم عنده علاقة بخلايا كاينين في العين ديالنا. وكلهم خاصهم يكونوا يعني إلا ما كانتش وحدة فيهم راه ما غتعطيش نتيجة في داخل العين ديالنا، يعني هنا هذا الترابط اللي كاين ما بين المكونات الغذائية وما بين أعضاء الجسم ديالنا، نعطيك غير مثال بسيط، راه الهضم مثلا ملي تنهضروا على فيتامين سي، راه الهضم ديالها يتم في ثلاث مناطق في الجسم ديالنا، ملي تنهضروا على الأوميغا 3 راه لا ميم شوز، راه ماشي في منطقة وحدة، فما يمكنش يعني تدخل غير حاجة وما تدخلش حاجة أخرى، فهذاك الشيء قلت أنا قبيلة، يعني الناس يهضروا على الجزر مزيان، أنا ناكلوا جزر، أنا ماشي ضد، مزيان خاصو يكون، ولكن شنو خاصنا ناكلوا؟ معاه، ما يبقاش غير الجزر الجزر الجزر، لأن الجزر بوحدو ما غيعطيش نتيجة، ما غاديش يفيدنا لان غتاخذ مثلا تقدر تاخذ طبسيل ديال الشلاضه فيه خيزو ولا عصير ديال الليمون بخيزو مثلا هل المج ما بين التغذيه فملي تنرجعوا للمج صحيح بين الاغذيه شوف المغاربه شنو داروا عصير ديال خيزو بالليمون علاش؟ لان خيزو اشنو فيه؟ فيه لا بيتا كاروتين الليمون فيه لا فيتامين سي وبالتالي بجوج بهم غيعطيوك نضاره بالنسبه للعين ديالك ولكن ملي تخلط ليا خيزو مع الفريت ولا ملي غتخلط ليا خيزو مع امور اخرى فما غتبقاش تجيب هذيك النقطه اللي انت باغيها غتهرس حسن خيزو فهاد المج انا شوف انا دائما تنقولها وتنكررها وتنعاود نكررها وهذا الشيء اللي عطى الله فنرجعوا للعادات الغذائيه ديالنا لان ما بغيتش نمشي بعيد ملي غندخل عاوتاني الليمون ديال القرفه الليمون ديال الدواور تنزيدوا فيه القرفه فعنده كذلك علاقه مع النظر الليلي اللي كاين المشكل اللي عندنا دابا الان لان هاد العادات الغذائيه المغربيه اللي كانت حاضره اللي كانت بسيطه اللي كانت جميله اللي كانت مهمه اللي كانت مفيده فاكيد ان ملي تنكحزوا للجهه الاخرى ما تبقاش عندنا امور اللي هي نقيه صحيح. وخصوصا هاد المج ما بين الاغذيه اللي ولا عندنا مج خاطئ الان ما بقاش عندنا مج صحي المج اللي كانوا تيديروا جدودنا ما كانش عبثا راه كان مبني على يعني حقائق علميه نرجع للكسكسو فالكسكسو اشنو فيه؟ الكسكسو فيه هادشي اللي قلنا كامل فهمت تنهضر على البلبوله ديال الشعير مثلا الكسكسو ديال البلبوله الشعير بالخضره والبصله والزبيب جبتي هادشي اللي هضرنا عليه كله جبتيه حطيتيه في هذاك لو بلا دونك هو الغرب ما تيعرفش تكسكسو بالتفايا والخضره هو تيهضر على المكونات الغذائيه ولكن حنا كمغاربه تنهضروا على هاد المكونات فين كاينه فملي تجيب طاجين انا عطيتيه مثال بسيط جدا موجودين عندنا في الاطباق المغربيه نرجعوا لهم واضح شكرا لك راه اللوزه اسمح لي نكمل راه التمره باللوزه غتجيب لك هادشي اللي هضرنا عليه ما شاء الله شكرا لك سينا بيرياشي نمشيو لحظه نطيبوا لي ماكاروني مع الشيف هادي